ايوه اخيرا قربت اوصل المكان اللي دا اشتغل فيه. اوكي والحمد لله. اوكي خلي احط سيارتي هنا بهذا الشكل. اوكي هذا هو النزل ان شاء الله اللي راح اشتغل عليه اليوم. خلي اقفل سيارتي اول مره. اي والله من زمان عنه، هذا كله صممته اني. ايش هاي ايش هذا الخرابيط؟ اوكي مو مشكله. يلا اخلي اقول بسم الله وراح ابدي شغلي. يلا بسم الله، خلي اترس هذول كلهن ويا رب ما اغلط اي غلط، لان اي غلط يمكن يسبب لي في هواي مشاكل. يا رب يا رب يا رب ما اغلط يا رب. اوكي خلي اكسر هاي، يا رب ما اغلط. اوكي خلي اسوي كذا بعدين اسوي كذا. غلطت. لا ما كان عسري عسري. يا رب يا رب ما يصير شيء. لا 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 بس شلون ورطة هاي؟ لا لا يا ساتر يا ساتر، هسه شلون ورطة هاي؟ فجرت كل النزل. والله اني غبي، هسه شلون ورطة هاي؟ يعني هسه راح تجيني الشرطة راح تهاكمني. لا اوكي مو مشكلة، الحمد لله سيارتي ما رايحة. تخلي اشغل سيارتي. يلا على السريع اشتغل، يلا على السريع لازم اهرب قبل لا تجي الشرطة. يا رب يا رب ما تجي الشرطة. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ما حد يمسكني. يا رب يا رب يا رب. ها شنو؟ ها شنو؟ يا ليل قبوني. اهرب يا رب 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 ما حد يشوفني. يا رقم خمسة سلم نفسك. لا نكبت. يا رب ليش؟ يا رب يا رب يا رب سلم نفسك. يا ساتر يا ربي. اوكي خلاص 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 سيادة الشرطي سامحني، بالله سيادة الشرطي بالله سامحني. لا ما راح اسامحك. انت متهم تفجير فندق حكومي. اخي والله بالغلط يا اخي، عوض مكان ما حط بلوك صوف حطيت بلوك ريدستون يا اخي، والله بالغلط ما شفتين. ماكو اصحى عندك سيارة بسرعة امشي. هلي اوكي 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 دقيقة راح اصعد يمك. دقيقة لا طحت. اوكي اوكي مو مشكلة. يلا روح خذوني شيء مركز الشرطة، راح تاخذ حقك بالمحكمة. امشي بسرعة. لا سامحني يا اخي والله حرامات يا اخي، انا مهندس وطول عمري دا ادرس وما ادري شنو، بعدين انت بتجي تاخذوني تسجنوني بسهولة. انت فجرت. سكوت ولا كلمة. اوكي اوكي خلاص ما عاد احكي ما عاد. يلا لحد ما نوصل للمحكمة بسرعة سكوت. واخيرا وصلت المحكمه يا اخي. اوكي مو مشكله خلي اسد الباب. السلام عليكم. هلا هلا سياده القاضي. السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حبيبي. انت اسمك امير صحيح؟ يعني اسمي امير سياده القاضي. طبعا انت متهم بقضيه تفجير فندق حكومي يا اخي. والله بالغلط. ليش ما درتي؟ والله احترم بالغلط. نفسك شنو يا اخي؟ احترم نفسك. والله بالغلط. والله بالغلط سياده القاضي. والله بالغلط. اجلس مكانك بسرعه. اجلس مكانك. اوكي اوكي والله بالغلط سيادة القاضي، والله اتاسف كلش يا اخي. اوكي طبعا وصلتني قضية من صاحب الفندق يقول انه شخص مهندس اسمه امير سلو كان يشتغل بالفندق وادعى انه بالغلط فجره، بس صاحب الفندق يقول امير فجره متعمد واليوم راح تاخذ جزاءك. يا اخي دقيقة دقيقة معارضة معارضة يا اخي يا اخي بلاش قل لي شنو الفرق بين بلوكة الريد ستون وبلوكة الولو الحمراء يا اخي؟ بلا تقدر تفرق ما بيناتهن؟ والله بالغلط يا اخي. دقيقه اخي المواطن، دقيقه سياده المهندس. ها شنو الفرق بين البلوكه الحمراء؟ هي لون احمر وهاي تقدر تفجر بيها، والبلوكه الثانيه لونها مختلف. يعني شلون ما فرقت بيناتهم يا اخي؟ يعني والله انت متهم بالماده 75 لقانون العقوبات الحكومي قضية تفجير فندق حكومي. بالله سامحني بالله سيادة القاضي بالله. بعد ساعة من المناقشة والتأكد من قضية المتهم أمير سلو بتهمة تفجير الفندق، أكدت المحكمة الجنائية العليا في ماينكرافت أن المتهم أمير سلو مذنب وفق المادة المذكورة أعلاه، وعليه تم الحكم عليه بالسجن مدة سنتين مع غرامة دفع 1,000,000 دينار عراقي. لا بالله سامحني سيادة القاضي، سيادة القاضي بالله سامحني. اوكي اخي ما سامحني. اوكي خلاص راح ادخل لوحدي. بلا تصيح من الشرطة. اوكي راح ادخل، والله اخاف من الشرطة. يا اخي والله مالكم شهود يا اخي خلاص. شلون ماكو شهود؟ هذول الشهود كلهم قدامك وتتاكد من كلامهم. زملائك بالعمل كلهم زملائك بالعمل وشهدوا على فجرت الفندق، وايضا اكو كاميرات صورتك، يعني ما عندك اي عذر. ليه تم الحكم عليك بالسجن لمده سنتين، والان سوف ياتي الشرطي وياخذك الى السجن.
فالآن تقدر تسكت. يا أخي والله حرام عليك يا أخي والله، كلهم هذول دافعين لك رشوة حتى تريد تدخلني للسجن يا أخي. والله حرام عليك، والله لا اطلع فقع وجهك بالنعال. موت موت أيها القاضي الكلب، موت. شنو احترم نفسي يا أخي تتهموني هيك؟ تم الحكم عليك بالسجن لمدة 5 سنوات ضرب القاضي. عندي إيه عندي بعد عذر بس أريد أقتلك أنت لأنك ما تستحي. يا ربي مع غرامة 100 مليون دولار. شنو 100 مليون دولار؟ من وين راح اجيبهم هذول 100 مليون دولار بالله عليك يا قاضي يا كلب؟ هاي مشكلتك، روح صير شحاذ وجمع فلوس. يلا برا برا. شنو يا اخي هسه شلون راح ادخل السجن؟ شلون راح اصير شحاذ يا اخي؟ ما يصير. اول شغله تحترم نفسك وتقول سيادة القاضي. سيادة الخرع قاضي، ها ايش تريد؟ احترم نفسك، تم الحكم عليك 15 سنة. اوكي. تتكلم اي شيء نوب يصير حكم مؤبد مع الاعدام، فهمت؟ اوكي يا استاذ بطه مبطبط ابا فلافله محروقه. يا اخي انقلع بس يا اخي، والله انك ظالم كيري، والله انك ظالم. يا حراس تعالوا اخذوا هذا المطي. يا حراس يلا بسرعه. يا اخي احترم نفسك يا اخي. لا لا اجوني 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 يا اخي. لا لا يا اخي عفوني 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 عفوني. لا لا تجوني يا اخي. شنو هذا الحراس؟ السجن امشي السجن يلا السجن طلع. اوكي خلص يا اخي عفوني عفوني حراس يا عرو. بالله سامحوني حراس. والله بالله دقيقة حراس. اوكي خلص حارس خلص ما تضربني. اوكي بالله سامحني حارس. اوكي مو قلنا خلص لا تضربني. اوكي اسمعوني ضباط دقيقه خلص ما اعوفكم خلص ما اروح اوقف هنا. طيب حراس راح اعطيكم شويه رشوه. اوكي اريد هسه دقيقه بس ادخل سياده الضابط واسوي له بس انطي احكي وياه كلمه وارجع لكم. اوكي دقيقه اروح للقاضي وارجع لكم. اوكي يلا دقيقه. تعال يا قاضي يا كلب. هاي وين راح؟ هاي وين راح؟ وش اسوي؟ وش اسوي؟ اريد اسوي وياك يا اخي. اوكي اسف. شنو هاي الريحه؟ خلي اخلص يا اخي. والله اسف يا اخي. والله مو بايدي يا اخي. هيا في المحكمه برا. اوكي خلص. انت مو نفسك اللي توحكم عليك بالسجن لو شنو؟ اي نفسه. والله اي والله نفسه. يلا تفضل وياه. يمي استعزمني عليك استعزمني على مرحب. والله لا يوفقك. شنو ريحتك؟ ايش بتغدي؟ ما تقول لي حمص يابس. اوكي يلا خلصتني. يلا مع السلامة زيادة القاضي. يلا والله تونست وياك. والله ما اعرف وصلتني قضية انه المتهم اللي سجن القاضي ما راح للسجن. شنو السالفة ما اعرف. العفو سيادة الشرطي المحترم، المجرم الموجود بالمحكمة بعد هنا لو لا؟ ايه بعد ما قلت. والله عجيب امرك. اوكي مو مشكلة راح انقلع. اوكي خليه يدخل المحكمة شوفه موجود. لا السلام عليكم. السلام عليكم. ايش تريد انت المتهم؟ امشي بسرعه على السجن. يلا لا ما امشي خلاص. انا وسياده هذا القاضي صرنا اصدقاء خلاص. والله تعرف ايش سويت انا وياه؟ سويت بعرور انا وياه. احترمني. اطلع برا. اوكي خلاص سياده القاضي. والله انا احبك سياده القاضي. يلا مع السلامه. عندك وسط يا القاضي. اي وسط يا اخي ليش راح تدخلني سارخ؟ ايش سويت لك اني؟ احب اسجنك. كيف انا شرط احب اسجنك؟ صعب. يلا يا اخي بالله سامحني يا اخي ايش سويت لك؟ طيب ممكن اعطيك شويه فلوس؟ اعطيني فلوس. احترم نفسك لا ارجعك القاضي يتهمك. اوكي خلاص انا طلعت من السياره وما تدري عني. انا هرب. اوكي خلاص. ها شنو يا اخي؟ اوكي يلا صعدت مو مشكله. يا ليل هسه شلون ورطه هذا؟ اذا تقفز من السياره ارميك بالمسدس. امشي يلا. اوكي طيب تريد انطيك بعد شويه فلوس لو ما تريد؟ يا اخي القاضي القاضي عطيته فلوس، اصدقائك اللي الحراس بالمحكمه عطيتهم فلوس، قال لهم اخذ فلوس ليش بس انت ما عطيت؟ ايش رايك في بلوكات ريدستون يا اخي؟ والله كلش غاليات هذول. لا اريد دايموند. ايه الصراحة عندي دايموند. يبلع لك دايموند. ما مات الورع يا اخي هذا. شلون قطوة صاير عنده 7 ارباح؟ والله ما تستحي على وجهك. يلا ابقى هنا في الحفرة ما تقدر تطلع. يلا مع السلامة. طلعني من الحفرة طلعني. لا والله ما طلع كبد ورع.
ايوه اخيرا تخلصت من الشرطة، تخلصت من القاضي، تخلصت من الحراس، كل شيء الحمد لله. واخيرا وصلت لبيتي. اوكي هسه خليني اروح اقعد شوي في البلكونة. يا اخي والله اشتقت للشمس يا اخي، والله اليوم يوم كامل بين قضاة وما ادري شنو، فجرت الفندق مال الحكومة وما ادري شنو. مو مشكلة يا اخي، اهم شيء عبرت بخير. ويا اخي والله لو ما كانت اكو رجوة في هاي البلدة ما شنو. يا ليل شنو يا اخي شبك لهون؟ مو نزلتك في حفرة انت هسه؟ مو نزلتك في حفرة شنو؟ ما عليك، ثلاث ثواني عندك، اذا ما تجي وياي راح اقتلك هنا. لو تجي نسجل بسرعة. واحد يا اخي اثنين. بالله سامحني، بالله سامحني، لا تقتلني بالله عليك. الله عليك لا تقتلني، الله عليك لا تقتلني. برا بسرعة، برا. حسبين الله يا اخي، هسه شلون ورطة هاي؟ طيب انطيك فلوس يا اخي، والله ما عليك انطيك فلوس. اليوم راح تاخذ حقك. شنو اخذ حقي يا اخي؟ يروح قال اخذ حقي يا اخي انقلع. امشي. طيب اشتري لك سيارة على حسابي، والله سيارة كاملة على حسابي، ام 100,000 دولار. عندي سيارة امشي. طيب يا اخي شنو هذا؟ لا تقول لي راح تحطني في هذا السجن 4 في 4 يا اخي. سجن حيوانات يا حيوان، تعال ادخل. يا اخي شنو هذا السجن في وسط المدينة يا اخي؟ اول مرة شايف لي سجن زي كذا يا اخي، شنو ورطة هاي؟ احنا حكومة بكيفنا، حتى لا ادخل ادخل. شنو ادخل؟ طيب دقيقة اكو، تعال شوف شوف تعال شوف هذا الشيء، تعال شرطي هاي. شرطي بالله تعال، اكو شيء غريب هنا، تعال والله اكو شيء غريب. شغله اي اي ها شنو هذا الشغله؟ انت بقى هنا بالسجن وانا اروح اكل ماكدونالدز. لا بالله افتح لي الباب. بالله دقيقه تعال بالله دقيقه. لا دقيقه يا شرطي والله اكو حشر هنا راح اموت يا شرطي. كلها اعتبرها مقبلات. شرطي بالله تعال. يا اخي هسه شلون ورطة هاي؟ صار لي اكثر من 12 ساعة واني داخل هاي الزنزانة يا اخي، والله ما يمشي الحال كذا. اوه يعني المجرم موجود هنا. اوه خلي جبت لي اكل هسه، اعتقد جوعان كلش. هاي شنو؟ والله بهاي طلع من السجن بهاي السهولة شلت هذا والله بالغلط، والله شلت هاي البلوك بالغلط. والله ما اعرف يا اخي. يلا تفضل يلا مع السلامة، ابقى هنا. اهرب ابو المور، افلت 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 افلت. والله راح نعاقبك وشوف. وبس يا شباب الحين اعتقد اننا وصلنا نهاية المقطع، فاذا عجبكم هذا المقطع فضغطونا لايك واشتركون بالقناة اذا مو مشتركين شباب، وفعلون جرس التنبيهات. وشباب اذا لايك اي واتحداكم هذا المقطع، نوصل الى امير جد في من وصل 70,000 يا اخي، مليون لايك، 3 مليون شباب اوكي. فاذا وصلنا هذا المقطع 30,000 مليون لايك، تريليون مليون لايك، اسوي لكم جس ثاني. بس اذا ماكو مليون خلاص ما اسوي لكم جس ثاني اوكي. وبس يا شباب بارك لي وصلت 5 مليون. ما حد ها شباب نسيت، كلكم اكتبون تحت بالتعليقات. اي دقيقه قال لكم شباب اكتبون تحت بالتعليقات مبروك الاوغ وصل 500,000 مشترك. مبروك لك، شنو مبروك لي؟ مبروك لك انت حبيبي مشكور. وخلاص شباب لا طول عليكم اكثر، رابط حسابي بالانستغرام شباب بالوصف. وبس مع السلامه. قناتي ها نسيت قناتي بالوصف شباب. يلا مع السلامه، باي باي.